خطوات ثابتة نحو عودة الحياة أكثر وأكثر لمدينة تعز، رغم أنها ما زالت تعيش حالة حرب. فهؤلاء أبناؤها يتأهلون لخدمتها والحفاظ عليها وتأمين سكانها الذين يشعرون بالتحسن التدريجي والمستمر مع كل تخرج لأبنائهم. نقول هذه قوات الأمن العام والذين سيشكلون رافدا قويا لجهاز الشرطة في المحافظات الذي تطور تطورا ملحوظا خلال فترة وجيزة. فلو تذكرنا قبل عام من الآن كيف كان وضع إدارة عام شرطة تعز وإن أصبحت اليوم، حيث دارت عجلة قوات الشرطة إلى الأمام وبقوة بجميع تشكيلاتها. بالتدريب والتأهيل واكتساب المعارف الشرطية والأمنية يتقدم الأمن أكثر وأكثر وتتحسن الحياة ويعود السكان لمساكنهم وأعمالهم، وإن كانت المحافظة تعاني الحصار والاستهداف. الأمل معقود عليكم وعلى وعيكم بخطورة المرحلة وعلى إيمانكم بحاجة الوطن إليكم وبإدراككم بحجم المؤامرات التي استطاعت تعز أن تقهرها بزملائكم رغم شحة الإمكانات. فعندما ترتفع الروح المعنوية لرجل الأمن تسهل كل الصعاب ويتحول المستحيل إلى ممكن. فبروحكم وشجاعتكم ووعيكم ستخرس كل الألسن وتسقط كل المؤامرات وينتصر الشعب ويرفع راية النصر والدولة. شرطة تعز تعمل جاهدة على تأهيل وتدريب منتسبيها حتى يتم توزيعهم على الأقسام والمؤسسات الأمنية، وليصبح انضباطهم في خدمة المواطن وتطبيق القانون هدفا للدفعة الثانية التي تخرجت اليوم ولكل الدفعة التي يتم تأهيلها في تعز.